يا مساء الفل على حضراتكم، وطبعا من تلفزيون اليوم السابع زي ما عودناكم كل الاخبار الرياضيه من صاله التحرير. ومصدر مسؤول في النادي الاهلي بينفي ما تردد مؤخرا بشان سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لبلاده بدون الحصول او دون الحصول على اذن من اداره النادي الاهلي. واكد المصدر ان هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي على الاطلاق. وفي تصريحات المصدر المسؤول أوضح أنه قبل السفر للسوبر كان طبعا أو السفر طبعا للسوبر السعودية لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك، حصل كولر على إذن من لجنة التخطيط للكرة بالسفر إلى السعودية من السعودية إلى بلاده مباشرة عقب انتهاء السوبر الإفريقي، خاصة وأن الفريق ليس أمامه أي ارتباطات حاليا. المصدر المسؤول في النادي الأهلي وضح أيضا أنه ليس منطقيا قيام المدرب بإنهاء إجراءات السفر من السعودية إلى سويسرا دون معرفة أو موافقة النادي الأهلي وإدارته، مؤكدا أن كولر أخطر لجنة التخطيط برغبته في السفر لزيارة أسرته التي تقيم في سويسرا مستغلا عدم وجود ارتباطات للفريق في الفترة الحالية، وهو ما وافقت عليه الإدارة قبل السوبر، ولم يتحدث أحدا مع المدرب عقب خسارة السوبر الإفريقي بشأن تأجيل سفره إلى بلاده. كمان خليني أقول لكم أنه الأخبار عن أداء اللاعبين العمرة برضو كان فيها رد من قبل مسؤول النادي الأهلي، ومصدر أو استمرارا للحديث هذا المصدر المسؤول من داخل النادي الأهلي اللي أكد أن بعض لاعبي الفريق أبلغوا جهاز الكرة قبل السفر للسعودية بأنهم لن يعودوا مع البعثة للقاهرة عقب السوبر الإفريقي بسبب رغبتهم في أداء مناسك العمرة، وهو ما تمت الموافقة عليه مثلما حدث مع كولر. وفي السياق ذاته هدد مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي اللاعبين المقصرين في صفوف الفريق بتجميدهم وإحالتهم إلى دكة البدلاء الفترة المقبلة، لا سيما بعد الأداء الباهت وغياب الروح ووجود شعور بحالة من التشبع لدى اللاعبين في مباراتهم الأخيرة أمام الزمالك في السوبر الإفريقي واللي خسرها المارد الأحمر لصالح غريمه التقليدي الزمالك بركلات الترجيح. وانتاب كولر حالة من الغضب الشديد تجاه بعض اللاعبين بسبب المستوى المتواضع اللي ظهر عليه أو اللي ظهروا عليه في مباراة السوبر الإفريقي الأخير وعدم تنفيذ التعليمات الفنية وغياب التركيز عن اللاعبين وارتكاب الأخطاء الفنية وعدم الانتشار الجيد داخل الملعب بخلاف الكرات المفقودة، وهو ما أشعل غضب المدرب وبدأ التفكير في إجراء تعديلات على تشكيلة الأهلي في الفترة المقبلة. وأبلغ كولر لاعبي الأهلي بأنه لن يتوانى في إحالة أي لاعب إلى دكة البدلاء أيا كان اسمه وجماهيريته، وطالما لم يؤدي بشكل جيد داخل الملعب أو ينفذ المهام المطلوبة منه، لا سيما وأنه لا يوجد لاعب أساسي ولاعب احتياطي في حساباته، والأمر يتوقف على من يبذل جهدا أكبر خلال التدريبات ويلتزم بتنفيذ التعليمات داخل الملعب. حقبة من القرارات طبعا من المفترض ان هي هتكون في الايام المقبله داخل النادي الاهلي، والحقيقه ان السوبر الافريقي بمثابه او خساره السوبر الافريقي بمثابه الزلزال اللي هز طبعا القلعه الحمراء، لانه كان مفاجئ الى حد كبير، خاصه وانه الفريق ماشي بشكل كويس في البطولات القاريه، ومن المفترض ان دي بدايه الموسم، والمفترض ان كل اللاعبين يعني بيعلنوا عن انفسهم للمدير الفني وللجماهير وللاداره، ولكن الحدث في مباراة السوبر لن يمر مرور الكرام داخل النادي الأهلي. ويمكن القرار الإداري الأبرز هو تعيين كابتن محمد رمضان مدير رياضي قائم باختصاصات مدير الكرة بدلا من كابتن سامي أمصان، وعودة سامي أمصان مرة أخرى لمنصب المدرب العام فقط. دي كانت تغطيتنا هنا من صالة التحرير اليوم السابع، لسه مستمرين مع حضراتكم وتغطيات مختلفة على مدار اليوم. ليكم معانا وإيه عطرها في أي حد.